بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي أعزائي الطلبة، نستمر في تقديم الدروس التعليمية للصف الثالث ثانوي القسم العلمي في مادة الرياضيات. وقفنا في الحصة السابقة على درس حساب مثلثات، يتكلم عن نسب مثلثية للزوايا المركبة، وتوقفنا عند التمرين الأول. نستمر في شرح باقي التمرين وإلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول عبر بصورة نسب مثلثية واحدة. إذا القوانين اللي سبق أخذناها، خذينا الطرف الأيمن حولناه إلى الطرف الأيسر. الآن عملية عكسية، إذا عندي الطرف الأيسر نحوله إلى الطرف الأيمن. بمعنى أوضح، إذا كان عندي جا سين زائد صاد، عارفين شو تساوي؟ تساوي جا سين جتا صاد زائد جتا سين جا صاد. الآن عملية عكسية، إذا كان عندي جا سين جتا صاد زائد جتا سين جا صاد، نحوله إلى نسبة مثلثية واحدة وهي جا سين زائد صاد. إذا كان موجب موجب، كان سالب سالب، كذلك في حالة جتا والظا. إذا إلى المثال الأول، تلاحظ إذا عندي الطرف الأيسر من القانون. قانون طبعا ناخذ مثال، يقول جا 65 جتا 25 ناقص جتا 65 جا 25. تلاحظ إن عندي الطرف الأيسر من القانون. الطرف الأيسر من القانون هو عبارة عن جا سين جتا صاد ناقص جتا سين جا صاد. يمكن رجع إلى الطرف الأيمن من القانون، وهذا قانون من هو؟ قانون جا سين ناقص صاد. إذا نحول إلى، نلاحظ أنه على صورة من؟ صورة جا سين جتا صاد ناقص جتا سين جا صاد. هذا الطرف الأيسر من القانون، الطرف الأيسر من القانون. إذا نحول الطرف الأيمن من القانون اللي هو عبارة عن جا سين ناقص صاد. نبحث عن من؟ عن سين. لو قررنا، لاحظ أن السين هي 65 وصاد هي 25، السين هي 65 وصاد هي 25. إذا يمكن نحول هنا سين، نضع مكانها 65 ونحول صاد مكانها 25. حولنا من نسب، عبرنا على هذه العلاقة بنسبة مثلثية واحدة، وهي لاحظنا أن لو قررنا جاء هنا سين هنا 65 صاد 25 هنا سين 65 هنا صاد 25. إذا لو قررنا القانون بالمعطيات السؤال، نلاحظ أن سين تلعب دورها 65 وصاد تلعب دورها 25. نعوض عن كل سين في القانون 65 ونعوض عن كل صاد في القانون 25. حولناه من نسبة مثلثية إلى نسبة مثلثية واحدة. طبعا نجري عملية حسابية بسيطة، 65 حول منها 25 أصبحت جاء 40. إذا جاء 65 جتا 25 ناقص جتا 65 جاء 45، حولناه إلى نسبة مثلثية واحدة وهي عبارة عن جاء 45. إذا عندي طرف الأيمن حولته إلى طرف الأيسر. مثال السابق حولنا من طرف الأيسر إلى طرف الأيمن. مثال آخر، تلاحظ هذه العلاقة اللي هي ب 1 زائد ضا 20 على 1 ناقص ضا 20. هذه العلاقة مش موجودة في صورة القانون، لأن القانون يقول لازم يكون هنا في ضا سين زائد ضا صاد على 1 ناقص ضا سين ضا صاد. إذا هنا ما فيش ضا، فالمطلوب مني تحويلها الواحد إلى علاقة فيها ضا. ما هي الزاوية المثلثية أو النسبة المثلثية التي ضا بتاعها تساوي 1؟ نلاحظ أن 45 ضا يساوي بتاعها 1. إذا نحول 1، نعلم أن ضا 45 تساوي 1، نحول 1 البسط ونضع مكانه ضا 45. ليش وضعنا بهذا الشكل؟ نضع على الصورة العامة. إذا حنحول 1 هنا، نضع مكانه ضا 45. أيضا أنا في 1 هو معامل ضا 20، والواحد هنا لا يكتب، لكن ضروري نحوله إلى ضا 45 مش نضعها على صورة القانون. إذا أصبحت صورة القانون ضا 45 زائد ضا 20، 1 ناقص ضا 45 ضا 20. إذا شندرنا هنا؟ حولنا الواحد، عارفين واحد ما هي الزاوية التي ظل بتاعها واحد؟ هي ضا 45. ضا 45 ظل بتاعها يساوي واحد. إذا نحول كل واحد إلى ضا 45، حولنا الواحد هذا إلى ضا 45. لكن ليش ما حولناش الواحد هذا؟ لأن الواحد موجود في القانون، لأن القانون دائما في واحد. أصبحت على صورة قانون، قانون منه؟ ضا سين زائد ضا صاد على واحد ناقص ضا سين ضا صاد. وهذا القانون شو يساوي؟ يساوي ضا سين زائد صاد. فما هي سين؟ هي 45، وما هي صاد؟ هي 20. نجمع 45 مع 20 يعطيني الجواب ضا 65. إذا حولنا هذه العلاقة إلى علاقة مثلثية أيضا واحدة. إذا كيف فكرة المسألة؟ هو هذا الشكل مش موجود في صورة القانون. إذا حولنا الواحد وعوضنا عنه بما يساويه من الضاء، إذا ضاء 45 تساوي 1. إذا حولنا الواحد إلى ضاء 45 أصبح ضاء 45. هنا لازم يكون في ضاء، لكن في واحد. ما هي الزاوية التي ظلها واحد؟ هي ضاء 45. أصبحت صورة الطرف الأيسر من القانون. قانون بتاعي يقول ضاء سين زائد ضاء صاد على واحد ناقص ضاء سين ضاء صاد. وهذا القانون عبارة عن شنو؟ ضاء سين زائد صاد. فما هي سين؟ هي 45. فما هي صاد؟ هي 20. وإذا جمعنا 45 و20 تحصلنا على 65.
هصنع نسبة مثلثية وحيدة. فقرة تالية جيم. فقرة جيم هي عبارة عن قانون جتا. جتا 55 جتا 24 زائد جا 55 جا 24. إذا هذه الصورة في صورة جتا سين جتا صاد زائد جا سين جا صاد. وهذه القانون هو جتا سين جتا صاد زائد جا سين جا صاد هي عبارة عن جتا سين ناقص صاد. إذا نلاحظ أنها على صورة جتا سين جتا صاد زائد جا سين جا صاد. وهذا القانون قانون جتا. وإذا كان هنا موجب هنا قانون شنو سالب. إذا مطلوب نبحث عن سين وصاد. لو قررنا لاحظ أن سين هي 55، لو قررنا أن صاد هي 24، إذا نعوض عن كل سين في القانون 55 وكل صاد 24. لو طرحنا 55 من 24 يعطينا جواب جتا 31. إذا حولنا هذا المثال إلى نسبة مثلثية وحيدة وهي جتا 31. إذا لاحظنا أن جتا 55 جتا 24 زائد جا 55 جا 24 على نحظها أن على صورة جتا سين جتا صاد زائد جا سين جا صاد. والسين هي 55 وصاد 24. وجتا جتا جتا سين جتا صاد زائد جا سين جا صاد هو قانون الجتا. ولاحظ إذا كان جتا وهنا موجب قانون تاع السلب، وإذا كان هنا سلب هو موجب. إذا هو موجب يلا السلب. فما هي سين؟ لو قررنا هي سين 55 وقررنا صاد 24 عوضنا عن كل سين 55 عوضنا عن كل صاد 24 في القانون تحصل نسبة مثلثية وحيدة وهي جتا 31. ايضا هذه العلاقه لاحظ انها هي ايضا جا 50 زائد س جتا 10 ناقص س زائد جتا 50 زائد س جا 10 ناقص س. عم نحولها الى نسبه مثلثيه وحيده. لو قررنا قانون هذا لاحظوا عباره عن صوره جا س جتا ص زائد جتا س جا ص. اذا س تلعب دورها 50 زائد س وص تلعب دورها 10 ناقص س. نحولها الى نسبه مثلثيه وحيده. لاحظ إن على صورة جا سين جتا صاد زائد جتا سين جا صاد. وهذا قانون منه قانون جا سين زائد صاد. لو قررنا نلاحظ أن الخمسين زائد سين هي سين. لاحظوا أن السين هي 50 زائد سين. ولاحظ أن الصاد هي عبارة عن 10 ناقص سين. إذا نقارن الشكل جا هنا السين هي 50 زائد سين. ونقرر الشكل لاحظ ان الصاد هي 10 ناقص سين. فنعوض عن كل سين بقيمتها ل 50 زائد سين ونعوض عن قيمه صاد بقيمتها ل 10 ناقص سين. اطلعنا سين بالموجب وانا سين بالسالب. لو جمعنا ال 50 مع 10 يعطينا الجواب 60 وجا 60 نقدر نخليها بهذا الشكل هي نسبه مثلثيه وحيده. او بامكان نعوض عن قيمتها وهي تساوي جذر 3 على 2. اذا نقدر نخليها في الصوره هذه صحيحه نقدر نخليها في صوره قيمه وهي تساوي جذر 3 على 2. اذا لاحظنا المساله سهله جدا هي عباره عن جا سين جتا صاد زائد جتا سين جا صاد. وهذا القانون عبارة عن قانون جا سين زائد صاد. فتلاحظ أن السين هي تلعب دورها 50 زائد سين وصاد تلعب دورها هي 10 ناقص سين. عوضنا عن كل سين ب 50 زائد سين وكل صاد ب 10 ناقص سين. لاحظنا أحدهما بالسالب والآخر موجب يتلاشى الحدين و 50 زائد 10 مجموعها 60. إذا وضعناها في صورة نسبة مثلثية وحيدة وهي جا 60. لو عوضنا عن خلينا بهذا الشكل صحيحة. لو عوضنا بقيمتها لنا 60 زاوية خاصة قيمتها جذر 3 على 2. علاقة أخرى أو تمرين آخر مثال آخر 1 جذر 2 جا ثيتا ناقص 1 جذر 2 جذر ثيتا. هذا المثال بإمكاني أن نتخيل أنه مش موجود على صورة قانون لأن القانون لازم يكون فيه جا وجتا. لكن ما فيه هنا 1 جذر 2 مش موجودة في صورة جا وجتا. إذا هل نقدر نحطها في صورة قانون جا جتا جتا جا أو قانون جتا جتا جا جا؟ طبعا نحن عارفين أن قانون جتا لازم يكون هنا 2 جتا وهنا 2 جا. إذا ما نقدرش نحطها في صورة قانون جتا. إذا نقدر نحطها في صورة قانون جا. لكن مشكلتي أن ما هي الزاوية التي نقدر نبدلها بجا أو جتا؟ لاحظ أن كنا عارفين أن 1 جذر 2 1 جذر 2 هي عبارة عن جا 45. إذا جا 45 تساوي جتا 45 وكلاهما شو يساوي؟ 1 جذر 2. إذا بإمكان نبدل 1 جذر 2 بجا 45 أو بجتا 45. لكن هل نقدر نضعها في صورة قانون جتا جتا جا جا؟ لا، نقدر نضعها في صورة قانون شنو؟ جا جتا جتا جا. إذا لازم نحولها إلى جتا. ما هي الزاوية التي قيمتها جتا تاعها تساوي 1 جذر 2؟ هي جتا 45. ما هي الزاوية التي جا تاعها 1 جذر 2؟ هي جا 45. إذا عن قوب التعويض بالشكل التالي جا ثيتا تقدر هي في الأول
وواحد جا اثنين هي عبارة عن جتا 45، وأيضا جتا ثيتا تجد في الأول، وواحد جا اثنين هي جا 45. إذا وضعناها بصورة القانون جا جتا جتا جا، وعارفين جا جتا جتا جا هو قانون الجا، أي قانون السلب. إذا هنا أنا ضحى بصورة قانون جا سين جتا صاد ناقص جتا سين جا صاد، وهذا قانون عبارة عن جا سين ناقص صاد. لو قررنا القانون إن السين هي تلعب دور ثيتا وصاد تلعب دور 45. فكرة هذا السؤال هو الطالب بيعرف إن هل يمكن تحويله إلى قوانين نسب متردية زوايا مركبة؟ بإمكاني، لكن بإمكاني نضعها بصورة شكل واحد فقط، وهو شكل جا جتا جتا جا. إذا واحد جتا اثنين لازم نضعها بصورة جتا. ما هي الزاوية التي قيمتها واحد جتا اثنين هي جتا 45؟ ما هي الزاوية التي جاء بتاعها واحد جتا اثنين هي جا 45؟ إذا عن بدل كل واحد جتا اثنين جتا 45، وعن بدل كل واحد جتا اثنين بجا 45. لماذا فعلنا بشكل هذا؟ بنضعها في شكل صورة القانون، أي قانون؟ قانون جا سين جتا صاد ناقص جتا سين جا صاد، وهذا قانون عبارة عن جا سين ناقص صاد. سين هي هنا هي ثيتا، وصاد هي 45. إذا تحصلنا على شكل الأخير لها هي عبارة عن جا ثيتا ناقص 45. التمرين الآخر، واو عبارة عن نص جتا ثيتا زائد جتا 3 على 2 جا ثيتا. هذه المسألة بإمكاني حلها بشكلين، لأن بإمكاني أضعها صوت جا جتا جتا جا، وهذا صحيح. بإمكاني أيضا أضعها صوت إيش؟ جتا جتا جا جا. إذا المسألة لها طريقتين للحل، الطريقة الأولى وهي وضعها في صورة جا جتا زائد جتا جا، والطريقة الثانية نضعها في صورة جتا جتا جا جا. إذا الفكرة الأولى أنا أضعها في صورة جا جتا. فما هي الزاوية التي جاء بتاعها نص؟ كنا عارفين الزاوية التي جاء بتاعها نص هو 30، وما هي الزاوية التي جتها بتاعها جاء 3 على 2 هي الزاوية 30 أيضا. إذا نبدل كل نص بجاء 30، وعنبدل كل جاء 3 على 2 بجاء 30، لأن جاء 30 تساوي نص، وجاء جتها 30 تساوي جاء 30. إذا وضعناها في صوت منه جاء جتا جتا جاء. إذا النص بدلناه بجاء 30، وجتا 3 على 2 بدلناها بجتا 30، أصبحت في صورة القانون جا سين جتا صاد زائد جتا سين جا صاد، وهذا القانون عبارة عن جا سين زائد صاد، فالسين هي 30 والصاد هي ثيتا. إذن أصبحت صورة قانون جا سين جتا صاد زائد جتا سين جا صاد، وهذا القانون قانون الجا قانون جا سين زائد صاد، فالسين هي 30 والصاد هي ثيتا. ايضا بامكان حل الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه في الطريقه الاولى خلينا على صوت جا جتا جتا جا، قالوا الثانيه نخليها على صوت جتا جتا جا جا. اذا نبحث عن قيمه النص بس بصوره جتا، ما هي الزاويه التي جتا بتاعها نص؟ هي الزاويه 60. اذا نعوض عن نص جتا 60، ونعوض بجتا 3 على 2 بجا 60. اذا النص حل مكان جتا 60، من جتا 60 تساوي نص، وجذا 3 على 2 حلت مكانها جا 60، لان جا 60 تساوي جذا 3 على 2. ليش درنا بهذا الشكل؟ باش خلوها في صوره الصوره العامه القانون، اي قانون؟ قانون جتا جتا جا جا. واحنا عارفين قانون جتا سين جتا صاد زائد جا سين جا صاد هو عباره عن قانون جا سين ناقص صاد، فالسين تلعب دورها هي 60 والصاد تلعب دورها هي ثيتا. اذا توصلنا الى الشكل العام جتا 60 ناقص ثيتا. اذا المساله لاحظ ان لها حلان مختلفان، لكن هذا الحلان متساويان. إذا عبرنا عن نص جتا ثيتا زائد جتا 3 على 2 جا ثيتا بشكلين مختلفتان، وضعناها في الصورة الأولى في صورة جا جتا زائد جتا جا، ثم وضعناها أيضا بشكل آخر بصورة جتا جتا جا جا. إذا بدلناها النص حولناه إلى من؟ جا 30، وجتا 3 على 2 حولناها جتا 30، وضعناها في صورة جا 30 جتا ثيتا زائد جتا 30 جا ثيتا، وهذا القانون هو قانون الجا، أي قانون الموجب. لكن نبحث عن سين، السين تلعب دورها 30 والصاد تلعب دورها ثيتا. إذا عبارة عن قانون جا سين زائد صاد، السين 30 والصاد هي ثيتا. أمكن حل بطريقة ثانية هو قانون جتا جتا جا جا. فما هي الزاوية التي قيمتها نص؟ جتا زاوية قيمتها نص، فلاحظنا جتا 60 قيمتها نص، ولاحظنا ان جتا 3 على 2 قيمتها جا 60. اذا بدلنا النص جتا 60، وبدلنا جتا 3 على 2 بجا 60،
لكي نضع صوت إيش قانون جتا 60 جتا ثيتا زائد جا 60 جا ثيتا. هذه أي قانون؟ قانون جتا سين جتا صاد زائد جا سين جا صاد. وهذا قانون شو يساوي؟ يساوي جتا سين ناقص صاد. إذا كان أنا موجب يظل سلب. فما هي سين؟ هي 60. فما هي صاد؟ هي ثيتا. لاحظ الإجابتان. الإجابة الأولى هي عبارة عن جا 30 زائد ثيتا، والإجابة الثانية جتا 60 ناقص ثيتا، لكن هذين القيمتان متساويتان مختلفتان في الشكل لكن لهما نفس القيمة. تمرين آخر أو تمرين ثالث يقول لك إذا كان جتا ألف تساوي 4 إلى 5 وجتا باء تساوي 12 إلى 13، وضح لي أن حيث ألف هذه الزاوية عشان لوحة منفرجة، وضح لي باء زاوية حادة، فقال أوجد بدون استخدام الجداول الرياضية أو الآلة الحاسبة قيمة كل من جاء ألف زائد باء وجتا ألف ناقص باء. لو لاحظنا أن في هذا المثال عبارة عندي زاويتين، أحدهما منفرجة وأحدهما حادة. الزاوية المنفرجة هي الزاوية ألف. كلمة منفرجة معناها محصورة بين الصفر والتسعين، وإذا كان محصورة بين الصفر والتسعين معناها هي تقع في الربع الثاني. في الربع الثاني عارفين نسبة المثلثية الوحيدة موجبة هي جا، وباقي النسب هي كان سالبة. وأيضا لاحظنا أن جتا باء زاوية باء زاوية حادة، معناها زاوية حادة ما تقع في الربع الأول، في الربع الأول كل النسب موجبة. إذا لحل لما سلق علينا رسم مثلثين، مثلث لخص مثلث المثلث الزاوية ألف، ومثلث يخص الزاوية من؟ باء، لأن الزاوية ألف نوعها منفرجة والزاوية باء نوعها حادة. لكن قبل ما نحل السؤال لاحظ أن جتا ألف، طبعا الإشارة السالبة تورين أن جتا في الربع الثاني سالبة، لأن الزاوية ألف زاوية شنو نوعها منفرجة. لكن جتا شو معنى؟ جتا تعني المجاور وتر. إذا علي نرسم مثلث في زاوية ألف، المجاور تاعي 4 والوتر عندي 5. إذا حسب المعطيات إذا نحل المسألة نرسم مثلثان، مثلث في زاوية ألف ومثلث آخر على نرسمه فيه مثلث زاوية باء. الآن نتكلم عن المثلث في زاوية ألف. شو معنى جتا؟ تعني المجاور على الوتر. إذا عندي زاوية ألف مجاورة 4 والوتر يساوي 5، أصبح عندي ضلع مجهول. ونحن ضلع مجهول بإمكاني استخدم في نظرية مثلث قائم الزاوية التي سبق ذكرناها من ضمن الملاحظات. إذا الضلع المجهول هو عبارة عن نسميه سين. إذا سين في الحالة هذه ضلع، وإذا كان بضلع سين نأخذ سين نربحها ونربع الخمسة اللي هي 25 ونربع الأربعة اللي هي 16، نجري عملية حسابية يعطيني الجواب 9. إذا سين تربيع تساوي 9، حط التسعة تحت الجذر يعطيني السين تساوي 3. إذا لاحظنا من المعطيات إن جتا ألف وجتا تشين تعني؟ تعني المجاور على الوتر. و سين هذا ضلع مجهول، هذا ضلع مجهول بإمكان نجيبه عن طريق مثلث نظرية مثلث قائم الزاوية أو المسمى نظرية فيثاغورس. إذا كان بضلع نأخذ وتر ربعة ونأخذ الأربعة ربعها، تربيع الخمسة كنا عارفينها 25 وتربيع الأربعة ربعنا 16 وخمسة وعشرين حوالينا 16 يعطينا الجواب 9. 9 عشان جذر 3. إذا الضلع المجهول سين عرفناه يساوي 3. إذا نحول سين ونضع مكانها قيمتها اللي توصلنا إليها 3، فأصبح أضلاع هذا المثلث موجودة. ما دام موجودة وعارفين أن زاوية ألف زاوية منفرجة، وزاوية منفرجة معناها في الربع الثاني، لأن زاوية منفرجة تقع بين الصفر والتسعين، والصفر والتسعين معناها تقع في الربع بين قصدي بين التسعين ومية وثمانين، وبين التسعين ومية وثمانين معناها في الربع الثاني، وفي الربع الثاني جميع نسب مثلثية سالبة ما عدا جا. إذا جا هي موجبة وباقي نسب شنو؟ سالبة. إذا نجيب جا، شنو معنى جا؟ تعني المقابل على الوتر، معناها يجد يساوي 3 على 5. نجيب جتا، شو معنى جتا؟ هي المجاور على الوتر، معناها 4 على 5، ولأن منفرجة لأن في الربع الثاني وربع الثاني جتا كان سالبة. نجيب الظا، شنو الظا؟ هي المقابل على المجاور، مقابل هو 3 والمجاور 4، تجد 3 4، لأن في الربع الثاني فربع الثاني هي الظا سالبة، لأن قلنا في الربع الثاني الوحيدة موجبة هي جا وباقي النسب كان سالب. إذا الجا هي عبارة عن المقابل على الوتر وموجبة، والجتا هي المجاور على الوتر معناها هي 4 على 5، ولأن في الربع الثاني معناها هي سالبة، والظا هي المقابل على المجاور هي 3 4، وشرط أيضا سالبة لأن في الربع الثاني الوحيدة موجبة هي جا وباقي النسب هي سالبة. لو جينا خذينا معلومات على المثلث الثاني هو باء، لو لاحظ الزاوية باء زاوية حادة، معناها زاوية حادة معناها تقع في الربع الأول، ما دام تقع في الربع الأول معناها كل النسب مثلثية موجبة. لكن شنو معلومات عن الزاوية باء؟ زاوية باء المعلومات عنها أن جتا بتاعها هي المجاور على الوتر، والمجاور هو عرفناه 12، الوتر عرفناه 13، إذا الزاوية باء مجاورها 12 والوتر 13، في ضلع مجهول نسميه صاد. إذا صاد ضلع مجهول، وهذا مثلث شنو؟ قائم الزاوية، ما دام قائم الزاوية نقدر نجيب الضلع المجهول اللي هو صاد.
ناخذ 12 ربعها وناخذ 12 ربعها، تربيع 13169 وتربيع 12144، لو درنا عمليه حسابيه يعطيني الجواب 25، ناخذ الجذر 25 يعطيني صاد تساوي 5. اذا صاد عرفناها تساوي 5، هنحول صاد نضع قيمتها اللي هي تساوي 5. اصبح اضلاع المثلث موجوده بالكامل، بامكاني نجيب الجهه، وعارفين الزاويه باء زاويه حاده تقع في الربع الاول، هنجيب الجهه. شنو هي الجهه؟ هي المقابل على الوتر. اذا الجهه تساوي 5 على 13. شنو جتا؟ هي المجاور وتر، من هي 12 على 13. شنو هي الظاهر؟ هي المقابل على المجاور، والمقابل 5 على المجاور 12. اذا اصبح عندي جميع النسب موجوده. ما دام جميع النسب موجوده، عندي جاء الف هنا تساوي 3 على 5، وجت الف تساوي ناقص 4 على 5، والضاء الف تساوي ناقص 3 على 4، وعرفنا جاء باء تساوي 5 على 13، وجت باء تساوي 12 على 13، والضاء باء تساوي 5 على 12، بامكاني نجيب المطلوب الاول. ولاحظ ان المطلوب الاول عباره عن زاويه مركبه، جاء الف زائد باء، خذينا القالب تاعها، جاء الف زائد باء عباره عن جاء الف جت باء زائد جت الف جاء باء. اذا نوجد المطلوب الاول، والاول عباره عن جاء الف زائد باء. اذا جاء الف زائد باء قالب تاعها شيء يقول جاء الف جت باء زائد جت الف جاء باء. كل الاشياء موجوده عندي، عارفين احنا قيمه جاء الف شنو تساوي، وقيمه جت باء كل شنو تساوي، وكذلك ايضا جت الف وجاء باء. نقوم بعمليه تعويض مباشره من خلال العلاقات السابقه، توصلنا ان جاء الف تساوي 3 على 5، وجت باء شنو تساوي 12 على 12، وجت الف شنو تساوي ناقص 4 على 5، وجاء باء تساوي 5 على 13. نجري عمليه حسابيه بسيطه، نضرب 3 في 12 يعطينا الجواب 36، نضرب 5 في 13 يعطينا 65، نضرب ناقص 4 في 5 يعطينا الجواب 20، ونضرب 5 في 13 يعطينا 65. المقامات موحدات، نطرح 6 من 30 من 20 يعطينا الجواب 16. إذا جاء ألف زائد باء تساوي 16 على 65. شوف المطلوب الثاني وهو باء. جتها ألف ناقص باء، طبعا هي زاوية مركبة. يمكن تحويلها إلى زاوية منفردة. بإمكاني نحولها زاوية منفردة باستخدام القانون. جتا ألف ناقص باء شو تعني؟ تعني جتا ألف جتا باء زائد جاء ألف جاء باء. كل الأشياء موجودة، عارفين قيمة جتا ألف، نعوضنا على قيمتها ناقص 4 5، وعارفين جتا باء شو قيمتها 12 على 13، وعارفين قيمة جاء ألف شو تساوي 3 على 5، وعارفين قيمة جاء باء تساوي 5 على 13. هذه العلاقات كلها جبناها من وين؟ من المثلثات اللي عندي رسمتها سابقا. عملية حسابية بسيطة، نضرب ناقص 4 في 12 تقل ناقص 48، وضربنا 5 في 13 65، وضربنا 3 في 5 15، والمقام أيضا 65، مقامات موحدات، ناقص 48 زيد 15 يعطينا الجواب ناقص 33 على 65. التمرين الرابع قال إذا كان ضاء ألف زيد باء تساوي 2 وضاء ألف تساوي 4، فأوجد قيمة ضاء باء. لو لاحظنا هذه المعطيات يتكلم عن قانون النسب المثلثية للزوايا المركبة الذي يخص منه الضاء. والضاء عنده قانونين، قانون يخص الموجب، قانون يخص السلب. إذا حسب المعطيات السؤال لازم نستخدم قانون ضاء ألف زائد باء، باش نعوض عن ضاء ألف زائد باء باثنين، ونعوض عن ضاء ألف بربعة، يصبح عندي مجهول واحد هو ذا باء. إذا حل المسألة هو استخدام قانون نسب مثلثية الخاصة بضاء ألف زائد باء. نكتب القانون قدامي، قانون عبارة عن شنو؟ نعلم أن ضاء ألف زائد باء هو ضاء ألف زائد ضاء باء على واحد ناقص ضاء ألف ضاء باء. طبعا ضاء ألف زائد باء معلومة كم تساوي؟ 2، وضاء ألف معلومة شنو تساوي؟ 4. يصبح عندي مجهول واحد هو ضاء باء. هنعوض، بس قبل ما نعوض نحن عارفين أن ضاء باء مجهولة. بدل ما نقول ضاء باء مجهولة سميناه، نفرض أن ضاء باء سميها س، يصبح كل شيء موجود عندي. ضاء ألف زائد باء قيمتها 2، وضاء ألف قيمتها شنو تساوي؟ 4. لكن ضاء باء مجهولة، ما دام مجهولة وأفضل ما دام نتعامل معها بشكل ضاء باء، سميت كل ضاء باء بس، وعوضنا عن ضاء ألف بربعة. طبعا عارفين اي حاجه فريضات فيها مجهول في بسط مقام وفي علامه تساوي، نضرب طرفين في وسطين، مقام 2 1، نضرب 1 في ربع يعطينا ربع، 1 في س يعطينا الجواب س، ونضرب 2 في 1 يعطينا الجواب 2، و2 في ربع يعطينا الجواب ناقص نص س. هتلاحظ ان في حدود متشابهه، ننقل ناقص نص للطرف الثاني بعكس الاشاره، وننقل الربع على الطرف الثاني بعكس الاشاره، تحصل على نقلنا ناقص نص س للطرف الاخر، ونقلنا الربع للطرف الاخر. طبعا عارفين انا 1 س زائد نص س يعطيني الجواب 3 على 2 س، لو طرحنا 2 من ناقص 4 يعطيني الجواب 7 على 4. اذا عملية بسيطة، س زائد نص س الجواب 3 على 2 س، و2 ناقص ربع يعطيني الجواب 7 على 4. لكن طبعا احنا نبو س، ما دام س عارفين ان هذا مضروب جاء مقسوم،
وهذا مقسوم جاء مضروب أو نضرب في المعكوس الضربي لثلاثة على اثنين. المعكوس الضربي ثلاثة على اثنين هو اثنين على ثلاثة، فلو ضربنا اثنين في السبعة لقينا الجواب 14، لو ضربنا ثلاثة في الأربعة لقينا الجواب 12. لكن شن هي سين؟ سين هي حسب الفرض هي الرابع، ولو ضربنا عملية اختصار على اثنين فيها سبعة على اثنين فيها ستة، ومنها وصلنا إلى الجواب النهائي إلى ضابة. إذا ضابة شو نساوي؟ سبعة على ستة. إذا الحل هذا مسألة عبارة عن حل سهل جدا، ضاء ألف زائد باء تساوي اثنين، وضاء ألف تساوي ربع، وضاء باء كان مجهولا. ما هو القانون الذي يحتوي على هذه المعطيات؟ هو القانون العام نسب مثلثية زاوية مركبة للضاء، لأن قانون ضاء شو يقول؟ ضاء ألف زائد باء تساوي ضاء ألف زائد ضاء باء على واحد ناقص ضاء ألف زائد ضاء باء. نعوض عن كل ضاء ألف زائد باء قيمتها حسب معطيات تساوي اثنين، ونعوض عن ضاء ألف قيمتها اللي هي ربع، ضاء ألف بربع، لكن سمينا ضاء باء لسهولة الحل، سمينا رمز معين سين. هتلاحظوا أن عندي بسط مقام وفي علامة تساوي، نضرب الطرفين في وسطين، فالمقام اثنين هو واحد، واحد ضربناه في ربع يعطينا جواب ربع، واحد ضربناه في سين يعطينا جواب سين، اثنين ضربناه في واحد يعطينا جواب اثنين، واثنين ضربناه في ربع يعطينا جواب نص. في حدود متشابه نقلنا ناقص نص الطرف الآخر يجد موجب نص، ونقلنا الطرف ربع الطرف العكسي الأيسر تجد ناقص ربع. دلنا عملية توحيد مقامات وجمعنا طرحنا طلع الجواب 7-4، جمعنا الطرف الأيمن طلع الجواب 3-2. نبي سين نضرب في المعكوس الضربي اللي 3-2 اللي هو 2-3، أو نقول هذه القيمة مضروبة جينا مقسومة، هذه مقسومة شي نجي مضروبة. إذا 3 نضرب في الأربعة لقينا الجواب 12، واثنين نضرب في السبعة لقينا الجواب 14. لو اختصرنا 14 على 2 فيها 7، لو اختصرنا 12 على 2 فيها جواب 6، وسين حسب الفرضية فرضنا أن هي عبارة عن ضاء باء، إذا ضاء باء تساوي 7 على 6. تمرين آخر، إذا كان ضاء ألف زائد ضاء باء على 1 ناقص ضاء ألف ضاء باء تساوي جذر 3 على 3، فأوجد من دون استخدام الجداول أو الآلة الحاسبة قيمة ألف زائد باء، حيث ألف وباء زاويتين حادتين. إذا عرفنا أن ألف وباء زاويتين حادتان، معناه الجواب عارفين أن الزاوية تكون لازم تكون أقل من 90 درجة، وأيضا لاحظنا أن هذا الطرف هو الطرف الأيمن من القانون، لأن القانون شو يقول؟ يقول ضاء ألف زائد باء، ضاء قوس ألف زائد باء يساوي ضاء ألف زائد ضاء باء على واحد ناقص ضاء ألف ضاء باء. إذا نقدر نستغني على الطرف الأيمن من هذه العلاقة بعلاقة وحيدة فقط، لاحظ أن نعلم أن ضاء ألف زائد باء يساوي ضاء ألف زائد ضاء باء على واحد ناقص ضاء ألف ضاء باء. إذا نحول هذا المقدار كله إلى هذه العلاقة، نجد أنك بهذا الشكل باش تحصل نسبة مثلثية وحيدة باش نوجد الزاوية المجهولة. إذا نضطر نحول هذا المقدار هذا كله بما يساوي ضاء ألف زائد ضاء باء على واحد ناقص ضاء ألف ضاء باء، شو يساوي؟ يساوي ضاء ألف زائد باء. إذا بدلنا ضاء ألف زائد ضاء باء على واحد ناقص ضاء ألف ضاء باء بما يساوي شو يساوي؟ يساوي ضاء ألف زائد باء. والطرف الأيسر يظل كمول اللي هو عبارة عن جذر 3 على 2، يصبح عندي مجهول هو ألف زائد باء، وألف زائد باء هنا زاوية. إذا نبغى الزاوية ألف زائد باء نقول ضاء ناقص واحد جذر 3 على 2، جذر 3 على 3 ما هي الزاوية التي تظلها جذر 3 على 3؟ هي الزاوية 60، والزاوية 60 أقل من 90، إذا ألف زائد باء يساوي 60، وهي زاويتان حادتان لأن أقل من 90 درجة. إذا حل هذا التمرين سهل جدا، لاحظنا أن ضاء ألف زائد ضاء باء على واحد ناقص ضاء ألف ضاء باء هو الطرف الأيمن من قانون ضاء ألف زائد باء، إذا بإمكاني نحول هذه العلاقة كلها إلى ضاء ألف زائد باء وتساوي جذر 3 على 3، أصبح عندي مجهول هو زاوية. إذا ضاء سالب واحد ما هي الزاوية التي تظلها جذر 3 على 3؟ هي الزاوية 60، إذا الزاوية المجهولة ألف زائد باء تساوي 60 درجة، إذا زاويتان فعلا زاويتان حادتان. التمرين السادس ينقسم إلى فقرتين ألف وباء، قال لي حل المعادل. طبعا كلمة حل المعادل هو إيجاد المجهول، ولاحظ المجهول في السؤال هو عبارة عن زاوية، وعارفين الزاوية إذا كانت مجهولة ضروري نستخدم نسبة مثلثية وحيدة، يا جاء يا جت يا ضاء، وأيضا ضروري نلاحظ أن أي نسبة مثلثية لازم يكون أكثر من إجابة، لأن جاء احتمال تكون موجبة تجد لها إجابتين، وكان سالب أيضا لها إجابتين، إذا لازم نعرف الطالب أن كل نسبة مثلثية عنده أكثر من زاوية أو أكثر من إجابة. لكن طبعا اعطاني المدى او اعطاني الجواب قال لي راهو انك انت تشتغل ما بين سين اكبر او تساوي صفر وسين اقل او تساوي 360. المطلوب الاول هو جا سين تساوي جتا سين زائد 30، المطلوب الثاني هو با واحد زائد با سين على واحد ناقص با سين تساوي 2. طبعا فكره السؤال هو ان ضروري نستخدم في حل المساله نستخدم نسبه مثلثيه واحده. شو نسبه مثلثيه واحده؟ يعني نستخدم الجا، يعني نستخدم جتا، نستخدم الضاء.
لكن لاحظوا هنا في جا وشن في جتا، وتلاحظوا أن عندي زاوية مركبة، إذا بروح حولها من زاوية مركبة إلى زاوية مفردة، أو نقوم باستخدام قوانين نسب مثلثية للزوايا المركبة، قوانين نسب مثلثية للزوايا المركبة. إذا نفك الطرف الأيسر من المسألة، أتلاحظ جتا سين زائد 30 على صوت جتا سين زائد صاد، وهذه عبارة شنو؟ جتا جتا جا جا، وطبعا الزاوية سين توزع سين سين، والزاوية 30 توزع 30 30. إذا الطرف الأيسر هو قانون نسب مثلثية للزاوية المركبة جتا، وقانون جتا سين زائد زائد صاد هو عبارة عن جتا سين جتا صاد ناقص جا سين جا صاد. إذا نعوض كل سين بسين وكل صاد بثلاثين. طبعا لصورة حل هذه المسألة هو ضروري نستخدم نسبة مثلثية واحدة يا جا يا جتا، لكن لاحظنا أن في جا وشن في جتا. إذا لحل هذه المسألة نقسم طرفي المعادلة على نسبة مثلثية جتا سين. لماذا قسمنا على جتا سين؟ لأن الحل هذه المسألة ضروري نستخدم نسبة واحدة يا جا يا جتا يضع، لكن عندي جا وجتا ما نقدرش نستخدم، ما نقدرش حل نوجد زاوية وفيها جا نسبة مثلثية مختلفة، واحدة جا واحدة جتا، فضروري نستخدم العلاقة اللي تربط بين الجا وجتا، ونحن عارفين علاقة بين الجا وجتا في علاقة مشهورة، قسمة الجا سين على جتا سين تعطينا علاقة مثلثية جديدة وهي الضا. إذا لحل هذه المشكلة نقسم حدي المسألة على جتا سين. إذا نقسم كل حد من حدود هذه المسألة على جتا سين، جا سين نقسم على جتا سين، وهذا حد نقسم على جتا سين، وهذا حد نقسم على جتا سين، جا سين على جتا سين تسمى ضا. إذا نحول كل جا سين على جتا سين لضا، وعارفين جتا تمشي مع جتا، وجا على جتا تسمى ضا. بدل ما نقول ضا سين نفرض أن ضا سين اسم تاني شو نسميه صاد. إذا نحول كل ضا سين إلى اسم تاني شو نسميه صاد، ونعوض عن جتا 30 قيمتها اللي هي جتا 3 على 2، ونعوض بقيمة جا 30 نص. إذا نستبدل كل ضا سين بصاد، كل ضا سين بصاد، وكل هذه النسب المثلثية زاوية خاصة، عارفين جتا 30 شو نساوي؟ جتا 3 على 2، وعارفين جتا 30 شو نساوي؟ نص. إذا لاحظوا أن عندي حدود متشابهة، نقل ناقص نص الطرف الثاني بعكس إيش؟ إشارة. نص صاد مع واحد صاد يعطيني جواب 3 على 2، والطرف الأيسر يظل كم هو؟ جذا 3 على 2، لكن احنا بصاد الثلاثة مضروبة جي مقسومة واثنين مقسومة جي مضروبة، فتمشي 2 مع 2 يعطيني جواب النهائي صاد هي جذا 3 على 2، لكن شنو هي صاد أصلا؟ صاد هي ضا سين، ونحن نبحث عن سين، إذا نبحث عن سين، إذا نحول صاد إلى أصلا، شنو هي صاد؟ هي ضا سين، ونحن نبحث عن سين، إذا نقول ضا ناقص 1 جذا 3 على 3. الضاء تكون موجبة، وين تكون الضاء موجبة؟ تكون في الربع الأول وفي الربع الثالث. في الربع الأول شنو الزاوية التي ظلها جذا 3 على 3؟ هي الزاوية 30، وفي الربع الثالث نضيفها على 30 180، هي الجواب 210. إذا حل هذه المسألة أصبح سهل، استخدمنا قوانين نسب مثلثية للزاوية المركبة، فكينا هذا المقدار بصورة جتا سين جتا 30 ناقص جا سين جا 30، لكن عرفنا أن المجهول هو سين وسين زاوية، وإذا كان عندي سين زاوية ضروري نستخدم نسبة مثلثية وحيدة يا جا يا جتا. إذا عندي أنا جا وجتا، للتخلص من هذه المشكلة نبحث عن علاقة تربط ما بين الجا وجتا. فما هي العلاقة تربط بين الجا وجتا؟ قسمة الجا على جتا نظام. إذا لازم نقسم حديها هذا المقدار على جتا سين، وكنا عارفين جا سين جتا سين يعطيني ضا، وجتا تمشي مع جتا يعطيني جواب جتا 30، وجا جتا سين تساوي ضا. بدل ما نستخدم لفظ ضا سين في الحل ويصبح حل مثلا شكله صعب شوية أو شكله مش مألوف بالنسبة للطالب، نستبدل كل ضا سين برمز آخر منه صاد. إذا نستبدل ضا سين بصاد، نستخدم بدل ضا سين بصاد، وكنا عارفين جتا 30 من جدول أو من نسب مثلثية للزاوية خاصة يساوي جتا 3 على 2، وعارفين أن جتا 30 بالزاوية خاصة تساوي نص. هتلاحظ أن في حدود متشابهة لكن كلاهما الطرفان مختلفان. إذا نقل السالب نص الطرف الثاني بعكس إشارة يجمع نص مع واحد يعني جواب 3 على 2، لكن أنا أبحث عن صاد فأنا نقدر ندي طريقة بسيطة، هذا مضروب جي مقسوم وهذا مقسوم جي مضروب، فتصير عملية اقتصاد تمشي 2 مع 2 يعطيني جواب جذا 3 على 2. لكن احنا عارفين من الفرضية أن صاد هي ضا سين، ونحن نبحث عن سين، إذا سين في الحالة ايش تساوي؟ سين تساوي ضا ناقص 1 قيمة الزاوية اللي عندي اللي هي جذا 3 على
ثلاثة. فما هي الزاوية التي ظلها جذر ثلاثة على ثلاثة؟ طبعا نضع عارفينها في الربع الأول موجبة وفي الربع الثالث أيضا موجبة. الزاوية التي ظلها جذر ثلاثة على ثلاثة هي الزاوية 30، ولأنها موجبة تقع في الربع الأول وفي الربع الثالث. في الربع الثالث نضيف للزاوية 30 180 يجد جواب 210. إذا حل هذه المعادلة هو عبارة عن س تساوي 30 و210. الفقرة الثانية ب، الفقرة الثانية ب أسهل من الفقرة السابقة ألف، لأن لاحظ أن هذه العلاقة المجهول فيها هو س، وسين هو زاوية، ما دام هي زاوية ضروري تكون عندي نسبة مثلثية وحيدة، يا جا يا جتا ضا، هنا عندي نسبة مثلثية وحيدة وهي ضا. إذا الآن نتعامل مع نسبة مثلثية وحيدة وهي ضا، ينخليها كما هي ضا س، ينفرض اسمها باسم ثاني، الأفضل نعوض عليه باسم ثاني، إذا بوضع ضا س اسم صاد، إذا نبدل كل ضا س بصاد، لأن التعامل معها بشكل جبري أفضل من التعامل معها بشكل مثلثي. إذا نبدل كل ضا س ضا س بصاد، يصبح عندي مسألة تكون من بسط مقام وفي علامة تساوي. أي شيء يتكون من بسط مقام في مجهول وفي علامة تساوي نضطر نستخدم طريقة مشهورة وهي ضرب الطرفين في الوسطين. نضرب الطرفين وسطين، نضرب واحد زائد صاد في المقام أنا واحد يعطيني نفس المقام اللي هو يعطيني نفس الجواب واحد زائد صاد، ونضرب واحد في اثنين يعطيني جواب اثنين، وناقص صاد في اثنين يعطيني الجواب ناقص اثنين صاد. أتلاحظ أن في حدود متشابهة وهي صاد وناقص اثنين صاد، لكن أحدهما في الطرف الأيمن والآخر في الطرف الأيسر. إذا نجمع الحدود المتشابهة الرموز في الأيمن والأعداد في الأيسر، نقل ناقص اثنين صاد من الطرف الأيسر الطرف الأيمن غير إشارة أعتقد موجب اثنين صاد، مع صاد يعطيني جواب 3 صاد، ونقل واحد طرف الثاني بعكس إشارة تيجي 2 ناقص 1 يعطيني جواب 1. لكن نبحث عن صادنا، وعارفين احنا أي حاجة مضروبة نجيبها مقسومة، أو أي نقسم بدل ما نقول 3 صاد نقسم طرفين على 3، نقسم على 3 يعطيني جواب أنا 1، نقسم على 3 يعطيني جواب 3. لكن شن هي صاد؟ صاد حسب الفرضية هي ضا س. إذا نبدل صاد باسم الذي فرضته في السؤال، نبدل صاد بضا س، لكن نبحث عن سين. سين نبحث عليها، ناخذ الضاء سالب واحد للطرف الطرف الاخر، اعتقد ضاء سالب واحد تساوي واحد ثلاثة. طبعا ضاء موجبه، معناها موجبه ايش معناها؟ معناها تقع في الربع الاول والربع الثالث. ما هي الزاويه التي ظلها واحد على ثلاثه؟ طبعا هذه مش زاويه خاصه، اذا ضروري نستخدم الاله الحاسبه. نستخدم الاله الحاسبه بالطريقه الاتيه، ندير الشفت وندير التان، نضع هذه القيمه داخل قوس اللي هي واحد ثلاثه، يعطيني الجواب الاول وهو 14.4. الجواب الثاني كيف تحصلنا على الجواب الثاني؟ طبعا عارفين الضا موجبه، والضا موجبه في الربع الاول، في الربع الاول عرفنا 14.4، والضا موجبه ايضا في الربع الثالث، في الربع الثالث نضيف للزاويه اللي عندي اللي هي 18.4 نضيف لها 180 يعطيني الجواب 198.4. اذا حل هذه المعادله اصبح في قيمتين س، القيمه الاولى 18.4 والقيمه الثانيه 198.4. اذا فكره السؤال عرفناه ان نحن نبحث عن س، وسين هذه زاويه، ما دام زاويه ضروري نستخدم في حل المساله نسبه مثلثيه وحيده، يا جا يا جتا يا ضا. اذا انا استخدم نسبه مثلثيه وحيده وهي وحيده ضا س ضا س، بدل ما نستخدم كلمه ضا س الافضل نحولها الى رمز اخر بيشتغل شكلها جبري افضل ما يكون شكلها بصوره الضاء، فبدلنا كل ضا س بصاد، فاصبح عندي بسط مقام في علامه تساوي. ما دام في علامة تساوي في بسط مقام نضرب طرفين في الوسطين، ضربنا واحد زائد صاد في المقام لنا واحد يظل كما هو، ضربنا واحد في اثنين يظل اثنين، ضربنا ناقص صاد في اثنين تجد ناقص اثنين صاد. لاحظنا في حدود متشابهة لكن كلاهما في طرفين مختلفان، نقلنا اثنين صاد لصاد اثنين جواب ثلاث صاد، ونقلنا واحد لاثنين اثنين ناقص واحد اثنين واحد، وهذا قسمنا الطرف الأيمن على ثلاثة وقسمنا الطرف الأيسر على ثلاثة تجد صاد تساوي ثلث. لكن نحن ما نبحثش عن صاد، أنا نبحث عن س. فما هي صاد؟ هي ضا س، إذا حولنا صاد إلى ضا س، لكن كل الأدوار تفيش في س، نقول س تساوي ضا سالب واحد واحد ثلاثة، فما هي الزاوية التي ظلها واحد ثلاثة؟ طبعا هي زاوية مش موجودة في الجدول، مش من الزوايا الخاصة، لا يمكن حلها إلا باستخدام الآلة الحاسبة، الطالب يستخدم الآلة الحاسبة يقول شفت وتان ويفتح قوس يحط واحد على ثلاثة، يعطيك الجواب الأول 18.4، لكن الزاوية س وهي ظل، وظل موجب في الربع الاول وفي الربع الثالث. في الربع الاول عرفنا 18.4، في الربع الثالث شو ندير؟ نضيف للزاويه اللي عندي 18.4 نضيف لها 180 درجه، يصبح الجواب 198.4. بشكل لا توقف عند هذا التمرين، انا التقي في حلقه
القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.